لك استاذ تفضل ونكملوا احنا بعد تفضل نكملوا المناقشه تاعنا على شكون انا هضروا. داكوغ ان شاء الله لبنان ايش حاجه ولا كيما ان قلت شاء الله لكم لا لقيتو حاجه ديفيسيل حاجه ما فهمتوش ولا اكتبوها في الشات اوكي وانا نحطها لكم بالفرنسي من بعد ما كحتى مشكل. اوكي هيا بالتوفيق ان شاء الله. الله يحفظك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام اهلا. هل في اي اسئله في اي حاجه من اللي فاتت؟ هل في اسئله في ممكن يعني بوجالة أو ملخص الـ EIR؟ الـ EIR، الـ EIR هي عبارة عن الحاجات اللي المالك بيطلبها، تمام؟ يعني المالك هيبقى راضي عن المشروع لو حصل الحاجة ديت. الـ EIR هو عبارة عن Employer Requirement، Employer Information Requirement، إيه الحاجات اللي المالك طلبها؟ ممكن المالك، تمام؟ ما بقاش عارف بالظبط هو عايز ايه، فانا بقعد معاه افهم منه ما الذي تريده، ما الذي ترغب فيه. فالمالك يقدر يقول انا ارغب في بيم يكون ال او دي 300، او انا عايز المشروع يكون في استدامه، انا مهتم بالاستدامه، او انا مهتم بالفاسيلتي مانجمنت. فحسب الحاجه اللي هو عايزها ما يريد هو احنا بنعمل الحاجه ديت، تمام؟ احنا معناها استاذ معناها هنا دفتر الشروط. مظبوط مظبوط، هي دفتر الشروط بالظبط كده زي ما حضرتك بتقول، هي المتطلبات بتاعت المالك، تمام؟ احنا بقى بنركز على متطلبات المالك بالنسبه للبيم. ممكن يقول لك ايه، انا محتاج تدريب للناس اللي معايا بحيث ان انا بعد كده اعمل الشغل عندي، انا محتاج تدريب للناس اللي معايا بحيث يبقوا عارفين ازاي يفتحوا الملفات، مش لازم يشتغلوا بيم، لكن يستطيعوا رؤيه الملفات ومراجعتها، يقدر يفتح الملف ويراجع الملف دوت، تمام؟ زي ما قلت لحضرتك في احدى المرات رحت شركه وكان الطلب ان في الاي اي ار ان يبقى فيه ما يقرب من 3 محاضرات اعرفهم ازاي يراجعوا على الشغل بتاعي، يقدروا يستلموا الشغل ويقدروا يعملوا المراجعات بتاعته. قد يكون هذول العمال اللي المهندسين المهندسين لو يعني ممكن يقول انا الناس اللي معايا بتعرف تقرا بي دي اف وكاد، انا عايزهم يقدروا يعرفوا يفتحوا ملفات الريفت ويتعاملوا معاها ويقدروا يشوفوها، انا عايز الاجهزه تكون قويه، انا عايز الناس يكونوا موجودين عندي في الموقع مش عندك في المكتب، لان لو عندك في المكتب ممكن حضرتك تشغلهم في مشاريع تانية، انا عايزهم متفرغين للمشروع بتاعي. يكونوا في المشروع يعني يكونوا في الموقع. الاي اي ار هي عباره عن الحاجه اللي المالك عايزها، الطلبات بتاعته لاي شركه هتشتغل، هي عامه مش مخصوص بشركه معينه، اللي هيشتغل معايا في المشروع لازم يعمل 1 و2 و3 و4، تمام؟ البيم اكستيوشن بلان هي خطه تنفيذ الحاجات ديت، يعني انت عايز ان انت مثلا تستلم الموديل ال او دي 400 او تعمل بيه شغل شوب دروينج، هنعمله ازاي؟ هنعمله من خلال 1 2 3، ف 1 2 3 دي بتتكتب في البيم اكسشن بلان بالتفاصيل بتاعتها، تمام؟ دي فكره الاي اي ار والبيم اكسشن بلان، تمام؟ طيب في البيم اكسشن بلان بنكتب احنا هنشتغل باني كود، ده اللي هنتكلم عنه النهارده، تمام؟ يعني ايه كود ويعني ايه ستاندرد ويعني ايه الفرق بينهم وامتى نستخدم دوت، تمام؟ هو كلمه كود، تمام، كلمه يعني نقدر نقول انها قديمه جدا، نقدر نقول مثلا ان ادم شخص عمل كود هو حمورابي اللي كان موجود في العراق من الاف السنين، كان عمل مخطط، وكان من ضمن الحاجات لو انسان بنى بيت والبيت سقط على الناس اللي فيه وحد مات يتم قتل هذا المعماري اللي عمل البيت دوت. لو انت عملت بيت وحققوا فيه واكتشفوا ان الغلطه من عندك انت بيحصل المشكله ديت، تمام؟ فده كان من ادم مسؤوليه، معنى مسؤوليه مسؤوليه. هو حتى في الاكواد اللي القوانين اللي موجوده في اوروبا وموجوده في مصر وموجوده في الخليج، ان المقاول مسؤول عن المبنى لمده 10 سنين،
احنا عندنا سيكيورتي دي سنة، معناها 10 سنوات، معناها 10 سنوات مظبوط. ده يعني موجود ما في رأيك الفيديو. 10 سنوات. هو والمكتب دراسات ومكتب الدراسات بما مسؤول، هو لما بتحصل مشكلة بنشوف هو الغلط مسؤول، عند مين. ما عندوش يعني مدة يعني يكون مسؤول فيها. أنا أفي معناها طول الحياة. أنا لم بعد استدير بعد 15 سنة أو 20 سنة يحدث حادث لهذا المبنى فهو مسؤول. ايوه، هو مسؤول. بنبدا نشوف المشكله فين. هو بيقول لك خلال 10 سنين دول لو ما فيش غلط في التصميم، ما فيش غلط في البناء، يبقى كده ما فيش مشكله هتظهر. لو ظهرت خلال 10 سنين بنعمل تحقيق. انا كنت شغال في مكتب استشاري، وصاحب المكتب ده كان في الامارات. كنا بنعمل مشروع في الامارات، ومشروع قديم كان موجود هناك، مشروع قديم حصل حريق. حصل حريق، ففي لحظتها في نفس اليوم تم منعه من السفر، ممنوع ان هو يخرج من الامارات لحد ما يتعمل تحقيق ويعرفوا مين الغلطان. تمام، واتعمل تحقيق واكتشفوا ان هو مش غلطان وخلاص سابوه. يعني هو مش الفكره ان انا هعاقبك وخلاص، لا، انا بعمل تحقيق اكتشف هل المشكله منك، ولا المشكله في الصيانه، ولا المشكله في المعدات نفسها غلط، ولا المشكله في ان الناس نفسها ما اتدربتش على الموضوع. فين المشكله وفين الخلل؟ وير از ذا بروبلم؟ تمام، هي دي الفكره. الفكره انا مش عايز اعاقب حد. في صاحب شركه مشهوره جدا ركم واحد طبعا يعني في المكاتب الاستشاريه، وعمل سد في السعوديه، والسد دوت ميه كتيره جت وكسرت السد. تمام، مين اللي جاب؟ رئيس المكتب. انت مسؤول عن الناس اللي موجودين، مش هنعاقب موظف صغير. انت اللي هتعاقب، انت اللي هتحاسب، وانت اللي هتسجن. تمام، ليه؟ انت مسؤول عن اي حاجه بتحصل. تمام، يعني مكتب الدراسات او المقاول، من هو اللي يقيس؟ بيتم التحقيق. يعني بيتم التحقيق بفرض مثلا احنا بنتكلم على الاستراكشر، لان دي اكتر حاجه بقى فيها مشكله، الانشائي. قد يكون المصمم عمل تصميم غلط وحط اسمنت او حط حديد ستيل قليل، فده عمل مشكله. وقد يكون المصمم عمل تصميم صح، والمقاول حب يوفر وحب يسرق وعمل تصميم غلط. في زلزال 92 في كذا مبنى وقع في مصر، فعملوا تحقيق واكتشفوا ان المقاول هو اللي غلطان مش المصمم. المصمم عمل تصميم صح مظبوط، المقاول عمل الحاجه غلط فعمل مشكله. تمام، طيب احنا الكود بتاعنا مش بالقوانين ديت، بس هو الكود بتاع البيم بيتحدث عن اسماء الليارات، اسماء الملفات، طريقه الشغل، تنظيم الشغل، الحاجات دي كلها. طبعا كل بلد ليها الكود بتاعها. طيب لو البلد ما فيهاش كود، يبقى الشركه نفسها بتعمل كود او ستاندرد خاص بيها. وكلمه كود لا تعني الزامي. في كتب كتيره وفي ناس كتيره بتقول الكود الزامي، لا، هو الكود كلمه كود مش الزامي. معنى ايه؟ يعني الكود مش معناه ان كل الشركات هتشتغل بيه الزامي، ولو ما اشتغلتش بيه يبقى في مشكله. كلمه كود نوت مانديتوري، ات از نوت، يعني من حقك تشتغل بيه او ما تشتغلش بيه. تمام، امتى تشتغل بيه اجباري؟ لو قال لك ما ينفعش. استاذ، وش الفائده من الكود هذه؟ معناها هنتكلم في الفائده في الكود. الفائده في الكود هنشوفها دلوقتي مع بعض. الفائده في الكود ان احنا كلنا بنشتغل بنفس الطريقه. تمام، اول ما اروح الشركه واروح شركه تانيه او اشوف اي مشروع، اعرف على طول ايه الملفات ديت وايه الشغل دوت وايه طريقه الشغل. لو كل واحد بيشتغل بدماغه او بحسب ما هو عايز، هنلاقي في مشاكل كتيره جدا. فالكود بيوحد الطريقه، بحيث ان انا مثلا ايه، اختصار الاي ار هو معماري، اختصار البلامنج بي ال. محد ممكن واحد تاني يقول لك لا، بي يو او بي بي. فهتلاقي في عدد الاكواد بتغير. تمام، فلما تبقى خلاص انت اتعودت ان هو اي ار، خلاص عرفت ان الملف ده ملف معماري، وجي اف عرفت ان ده جراوند. ففي توحيد للاكواد والاختصارات اللي موجوده. تمام، تمام، دي فائده الكود. الكود ليس اجباري، يعني الكود المصري ليس اجباري. قد تشتغل في مصر في مشروع وتستعمل الكود المصري، او لا تستعمل الكود المصري. الكود يكون اجباري لما يطلع قرار من
رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو جهة المسؤولة، تمام، نقابة المهندسين، أي جهة مسؤولة وليها سلطة، إن لن يتم استلام أي مشروع إلا لو تم تنفيذ الكود، لو هي ماشية على الكود، تمام. طيب في الإمارات هو في دبي إجباري فيها كود، في أماكن تانية مش إجباري. بيعملوا إيه؟ المشاريع كلها، مشروع كبير، بيقول كل اللي هيشتغل في المشروع everyone in this project will use this code. Like example مصدر سيتي، مدينة مصدر من أهم المدن في العالم في مجال المدن الذكية، سمارت سيتي. في كود اتعمل والناس مشيت بيه وما كانوش بيستخدموا الريفت، يوز انذر سوفت وير. الكود قوي جدا، اتعمل ومنظم. If you want to work with us you should use this code. If you not use this code you will not work with us. الكود اجباري للمشروع ده بس، تمام، لان هو كان مشروع كبير جدا، عشرات الشركات اللي شغاله فيه، غير مقبول ان يبقى فيه كذا تسميه وكذا نوع من انواع الشغل، لازم كله يشتغل بنفس الحاجه، تمام. طيب ده مخطط من مصر، يعني بحب الحاجات المصريه. نعم، من الاهرامات مخطط كان موجود على في وادي الملوك لملك لابس التاج الازرق، وده كان موجود في قلب المقبره، بيشرح مسقط رأسي للمقبرة وندخل منين ونخرج منين. ففكرة المخططات موجودة من آلاف السنين. طيب ده السؤال اللي حضرتك سألته، لو كل واحد شغال بزي مزاجه أو كل واحد شغال بدون كود، تمام، هنا كل واحد شغال بكود بتاعه، يعني ده مثلا أمريكا وبريطانيا والصين، كل واحد فيهم عمل مأخذ للكهرباء مختلف، فبتلاقي فيه اختلافات كتيرة. فقد تكون أنت مسافر دولة وتلاقي الدخلات مختلفة. في مصر عندنا مثلا دخلتين بس، في قطر في ثلاث دخلات، بيبقى في دخلة إضافية للأرضي اللي هي حاجة زي كده، تمام. فلازم على طول أنا كل ما أروح أي مكان لازم أعمل مشترك، لو أنا جايب جهاز من مصر وجاي في قطر أجيب المشترك العكسي، لو من قطر لمصر أجيب برضه المشترك العكسي، وهكذا. حتى الدول زي الصين اللي بتصنع لكل البلاد بتبدأ تشوف كل بلد الكود اللي هي شغاله بيه ايه، او الستاندرد شغاله بيه ايه، وتبدا تحطه بحيث الناس تبدا تشتغل بيه، تمام. طيب في كود منتشر جدا اسمه اوبن بيم، تمام، ده مجاني واوبن، وفي دول دلوقتي اصبح اجباري ان انت لازم تشتغل بالكود ده. الكود ده اللي عمله حاجه اسمها بيلدينج سمارت. بيلدينج سمارت دي منظمه عملتها الدول السوفت وير، او عملتها الشركات كبرى للسوفت وير زي اوتوديسك واركيكاد وفيكتور وورك، اكبر الشركات تيكلا جرافي سوفت وهكذا، عملوا شركه مشتركه غير هادفه للربح، مهمتها تعمل اكواد مشتركه والناس كلها تقدر تشتغل بيها، تمام. فعملت حاجه مشتركه ينفع تشتغل بيها، سواء شغال ريفت، سواء شغال تيكلا، شغال اركيكاد، كل حاجه مفتوحه، تمام. ده اسمه اوبن بيم، وفي دول من دول فنلندا والنرويج والحاجات دي اصبح اجباري ان انت تشتغل بالاوبن بيم، تمام. طيب هنلاقي ان البيلدنج سمارت دي عملت كذا حاجه، عملت حاجه زي الاي اف سي، وده امتداد مشترك بين البرامج الهندسيه كلها، تمام. في عندي الملف الام اف دي والاي دي ام، كل دي حاجات مشتركه بين البرامج لو انت بتنقل معلومه من مكان لمكان، تمام. عندي جي بي اكس ام ال، استاذ الاي دي، الاي دي ام تحميل، نعم، اي دي، الاي دي ام تحميل، داونلود، اختصار ايه؟ التحميل، يعني تبغي تحمل حاجه، اي دي ام. طيب دي حاجه اسمها انفورميشن ديليفري مانوال، تمام. ده برضو موجود في الكود، ده اسمه Information Delivery Manual، بيكون فيه المعلومات الخاصة بالمشروع، وبيكون فيه زي قاموس كده
المعلومات بتاعت المشروع ديت انفورميشن ديليفري مانوال. عندي حاجه اسمها بوبي اللي هي تبادل المعلومات، عندي حاجه اسمها جي بي اكس ام ال حاجه المعلومات الخاصه بالطاقه اكتر. ممكن تبدل الحاجات بالبيم اكس ام ال، ده امتداد هم عاملينه خاص بالام بالبيم. عندي حاجه اسمها البي اس اي، ده البريتش المنظمه البريطانيه عامله اكواد قويه جدا، هنشوف واحد منهم النهارده. تمام، ده معمول لبريطانيا بس، لان بريطانيا في دول كتيره تتبعها فاصبح الكود ده بيستخدم في اماكن كتيره جدا، بيستخدم في كندا، بيستخدم في استراليا، في ناس كتير خدوا الكود دوت وعدلوا حاجات كتيره جدا وكتبوا ان المصدر بتاع الكود من الكود البريطاني زي هونج كونج وهكذا. تمام، فده الستاندرد. الستاندرد ده موجود ان هو يتطبق في برامج كتيره جدا زي الريفت، زي البنتلي، زي الاركيكاد، مش بيلزمك ببرنامج معين. يعني استاذ هادوما اي اف سي وهادوما كيفاش نكسبورتيو؟ دي حاجات تبادل بين البرامج. لو انا عايز اخد معلومه من مكان لمكان او من برنامج لبرنامج، او ان انا استفاد من المعلومه دي في برنامج اخر. تمام، يعني على سبيل المثال اي اف سي. يعني استاذ نقدر كل واحد يستعمل لوجيسيال من غير اخر؟ هو كل واحد فيهم بيبقى ليه نوع معين من البيانات اللي بينقلها. يعني الاي اف سي بينقل شكل المبنى، كمان بينقله 3 دي، اقدر افتحه على اي برنامج 3 دي. الجي بي اكس ام ال بينقل المعلومات من غير الاكس ام ال، من غير المجسم، من غير الموديل. عندي امتداد مثلا زي كوبي ده اكسل، عندي بي سي اف ده عباره عن نقدر نقول الكومنتات والتعليقات لو انت عندك اي ايرور او في اي مشكله بقى الموديل زي ما هو، قد يكون مساحه الموديل مثلا 1 جيجا او حاجه كبيره، بينما الكومنتات اللي انت كاتبها مساحتها صغيره، عباره عن تكست او صور او حاجه زي كده، فمساحتها صغيره. ما استاذ، ايوه استاذ، ما فهمتش هذه النقطه. استاذ سامحني راح نشرحها لهم بس. كي نخدموا بليزيور لوجيسيال ونبارطاجيو نيكسبورتيو هذوك لي فيشي، واحد يخدم بالاكسل، واحد يخدم بالغوفيت، واحد يخدم، كل واحد واش عنده اللوجيسيال يخدم به باش نلحقوا باش نخدموا البين بيناتنا. ماشي شرط نكونوا كامل في الميم لوجيسيال، مي باش انا نبعث لك وانت تبعث ليلى ولا، لازم نتبعوا هاد لي كود. سي دي كود لي كاينين كي نديروا اكسبورتي، دوك نوريكم في باغ اكزومبل في الغوفيت ولا ما في الاوتوكاد، كي دير اكسبورتي خير واحد من هادو اللي يخرج لك من هادو هو اللي تبعت به، باش اللي يكون عندك يخدم معاك بالبيم يقدر يفتح في نيمبورت كي لوجيسيال يكون عنده. داكو، فهمتوها؟ اوكي اوكي، هاي لا اوكي صح صحيتي. تفضل استاذ. شكرا لكم يا حضرتك. تمام، طيب الكود حكايه عباره عن تنظيم للشغل بتاعنا، عباره ان احنا كلنا نبقى شغالين بنفس الطريقه، ذا سيم واي ان ذا ورك. من اهم الاكواد اللي احنا ممكن نشتغل بيها الكود مثلا زي البي اس 1192 الجزء الثاني والثالث والرابع والخامس، وكل كود من دول بيركز على نقطه معينه زي ما هنبدا نشوف مع بعض. دي الاكواد، في كود اللي هو البي اس 1192 صدر عام 2007. الكود هذا كان مركز على الكاد، كان مركز على الليارات، كان مركز على اخراج الشغل. الكود البي اس 1192 الجزء الثاني كان مركز على البيم وطريقه تنظيم الشغل. وبعد كده الاكواد الثانيه بدات تركز على موضوع التشغيل والاوبريشن والفاسيلتي مانجمنت وهكذا. دي السبورت دوكيومنتس، في البيم اكسكيوشن بلان بري كونتراكت قبل العقد، وفي بوست كونتراكت بعد العقد. ده ما بيكونش فيه تفاصيل، هنا بيكون فيه تفاصيل وايميلات وتليفونات وكونتراكت وكيف اتصل مع بالاخرين. في البيم اسيسمنت، وفي البيم اسيسمنت بيفيدني في ان انا اشوف افضل شركه ممكن تعمل الشغل دوت، بقدر اقارن بين الشركات. عندي البيم تاسك جروب الاي اي ار، ده احنا فتحناه المره اللي فاتت. EIR
ايه الحاجات اللي المالك محتاجها في المشروع بتاعه. تمام. طيب وهنا دي اللي احنا لازم نتكلم عنها باكتر من مره او اكتر من طريقه عشان نفهمها كويس جدا. ده اللي هو عباره عن طريقه الشغل او الكولابريشن او تبادل الملفات هيبقى عامل ازاي. زي ما قلنا هيبقى فيه اربع فولدرات هنتكلم عنه كتير جدا يعني لان هو موجودين في كل الاكواد. عندي اربع فولدرات. ورك ان بروجريس ده الشغل الحالي، يعني حضرتك فاتح ملف المعماري وبشمهندسه ليلى فاتحه شغل البلومنج وبتعملوا الشغل هنا ورك ان بروجريس. مفيش حد بيعمل شغل في الشيرد او في البابليش او في الاركايف، كل شغل في الورك ان بروجريس. لما بخلص شغل كل اسبوع مثلا تيك كوبي فروم ذس فروم ورك ان بروجريس تو شير، هاخد نسخه من الورك ان بروجريس وارميها في الشيرد. ولو حد عايز يسحب لينكات او اكسريف، عارفين اللينكات والاكسريف مظبوط اللي هي موجوده في الاوتوكاد، لو انا عندي ملف اخر وفي شغل تاني فانا بسحبه عندي لينك عشان اشوف الناس التانيه شغاله ازاي. تمام. انا شغال على الورك ان بروجريس واخد اللينكات بتاعتي من الشير مش من الورك ان بروجريس. تمام. طيب بعد كده الجزء اللي هو ال 1192 برضو اتكلم عن النقطه دي بس زود نقطه معينه خاصه بالليبريشن. وبعد كده 2013 ده ركز على الاندستري ستاندرد وعلى الامبلوير انفورميشن ريكويرمنت وعلى البري كونتراكت بين شامبليان والبوست كونتراكت بين شامبليان وعلى الكومن داتا انفايرمنت اللي هي السي دي اي اللي هي الصوره ديت طريقه تنظيم الشغل. وبعد كده دي الحاجات اللي موجوده في 2013 اللي احنا هنبدا نتكلم فيها. فهمنا احنا موضوع الاي اي ار والبيم شامبليان والبروجكت امبلمنتيشن بلان. البروجكت امبلمنتيشن بلان خطه تطبيق البيم في المشروع، ازاي هنبدا نشتغل؟ هل الفريق هيعمل ديزاين وبعد كده يديها للبيم ويشتغلوا وده طريقه سيئه، ولا الناس هتبدا تشتغل بيم في نفس الوقت وهي بتعمل الديزاين؟ يعني بدل ما يعمل الديزاين على الاوتوكاد وحد تاني ياخد الاوتوكاد يعني يحوله البيم، لا هو هيبدا يعمل شغل الديزاين على البيم. وعندي ماستر انفورميشن ديليفري بلان تواريخ التسليمات. بعد كده بلاقي الجزء اللي هو خاص ب 2014 ده جزء خاص بالتشغيل اوبريشن فيسز. تمام. وده كتاب من ضمن كتب اللي هي اكستيوشن بلان بيوضح ازاي نعمل البيم اكستيوشن بلان. وده هنا السكوب اوف ورك دي مجرد ورق غير اجباري نوت مانداتوري ان الجزائر، اجباري في بريطانيا لو انت هتشتغل في بريطانيا. تمام. بعد كده بداوا يعملوا ايزو 19650 هو نفس الكود البريطاني، يعني هو ما فيش اي اختلاف غير اختلافات بسيطه خالص بين الكود البريطاني والايزو، هو نفس الكود. لو انت فهمت واحد فيهم خلاص الثاني مفهوم، الثاني ما فيهوش اي مشكله خالص. تمام. هم بس عدلوا بعض الحاجات البسيطه في الشكل عشان الناس تفتكر ايه ان في فرق، انما هو الفرق بسيط خالص. طيب في كود اسمه الكود السنغافوري. السنغافوره من اقوى البلاد اللي شغاله بيم على المستوى العالي، الشغل بتاعها خطير جدا في البيم وعامله سيستم كويس جدا. الميزه بتاعت السنغافوري ان هو عامل حاجه ممتازه جدا، عامل كود للمعماري، كود للاستشاري، كود للمقاول، كود للاستراكشر، كود للميكانيكال، وعامل جايد يقول لي مثلا انت المفروض تعمل كذا وبعد كده تعمل كذا وبعد كده تعمل كذا. يعني على سبيل المثال المعماري المفروض يعمل الليفل اول حاجه وبعد كده يعمل الجريد وبعد كده يبدا يعمل الحوائط وبعد كده يعمل الفلور وبعد كده يبدا يعمل الابواب والشبابيك. تمام. فعمل شغل منظم جدا بشكل حلو قوي، فبيتلاقي تركيز على الجزء اللي انت عايزه. تمام. في برضو امريكا، بالنسبه لامريكا، امريكا ما فيش كود موحد. امريكا كل شخص عامل كود او كل ولايه عامله كود، ما فيش مشكله ان انت جوه الولايه وتعمل كود خاص بيك. في كود للبحريه الامريكيه وفي كود للمشاه الامريكيه وفي كود لمدينه نيويورك وفي كود مثلا للمعهد الامريكي زي امريكان انستيتيوت اوف اركتكتس اي 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 عامل كود خاص بيه.
تمام. طيب هنلاقي برضو عندي جنرال سيرفيس ادمنستريشن، دي برضو موجوده في امريكا عامله كود خاص بيها، فانت ممكن في جزء معين ما تلاقوش في اي كود تاني، وتلاقي مثلا في جي اس اي تاخده كارشاد مش اجبار، يعني هم عاملين حاجه مثلا خاصه بالفاسيلتي مانجمنت، عاملين حاجه خاصه بالانرجي بيرفورمانس مش موجوده في بقيه الاكواد، ممكن ناخد الجزء دوت. عاملين جايد، خلي بالك هو عاملها جايد مش كود، يعني دي ارشادي مش اجباري. 3 دي ليزر سكان، تمام، انت لو دوست هنا هيبدا يفتح لك الحاجه ديت وتقدر تحمل الكود مجاني. تقريبا الروابط اللي انا حاططها في الشرح دوت كلها مجاني، تقدر تقول له انا عايز الكود دوت فيبدا يحمله لك اهوت مجاني، يبدا يقول لك لو انت عندك ليزر سكان ايه الخطوات اللي انت محتاج تعملها عشان تشتغل بيها. تمام، ده هو ال ابو الهول في مصر عاملين ليزر سكان. وبعد كده عندي الاي جي سي عامله برضه كود خاص بيها، ال ان اي بي اس برضه ناشونال انستيتيوت اوف بيلدينج ساينس عامله برضه كود خاص بيها. في جامعات كتير عامله اكواد، الكود بتاع هونج كونج ده برضه من الاكواد اللي قريتها وكان قريب قوي من الكود البريطاني. جامعة بنسفاليا عاملة برضو كود خاص بيها، الانديان عاملة كود، وهكذا. فكل الناس عاملة كود، انت حضرتك ما تشتتش نفسك، ركز على الكود اللي هو ايزو 19650. تمام، ولو فهمت اي كود هتلاقي كل الاكواد اللي بعد كده سهلة جدا، وكلها نفس الكلام وكلها نفس المخططات وكلها نفس الشغل ان شاء الله. تمام. طيب ده مثلا AIA E202، ده تقريبا يعني خمس ست ورقات بس، بتبقى ايه بتحدد ادوار المالك والموديل بتاع مين وحاجات زي كده، بيحل مشاكل كتير قوي. يعني ممكن في مره من المرات كنت رحت حكم بين شركتين، فكان الاتفاق ان احنا نرجع، كان في سطر كده بس صغير، لو حصل مشكله نرجع ل AIA E202، هو نزل واحد بعديه بس هو ده كافي جدا يعني ان احنا نرجع له. تمام. طيب وفي كود برضه احنا عاملينه في بيم اريبيا. طيب في الامبلوير انفورميشن ريكويرمنت اللي احنا كنا اتكلمنا فيها المره اللي فاتت، تمام، دي عباره عن بعض الاسئله اللي بتبقى جاهزه بحيث ان انت تقعد معاه وتقول له ايه الحاجات اللي انت متطلبها. عندي كومن داتا انفايرمنت، دي من الحاجات اللي احنا هنتكلم فيها بالتفصيل، مهمه جدا ان احنا نفهم طريقه الشغل. تمام، هنا بيقول لي ان كوماند داتا انفايرمنت ممكن يبقى فيه اكثر من طريقه ان احنا نعمل الشغل، ممكن نستخدم مثلا بيم 360 او نشغل سيرفر عادي، دي الفكره بتاعته زي ما احنا بنتكلم. ورك ان بروجريس، احنا الشغل المعماري والاستراكشر والكهروميكانيكال موجود هنا برايفت، ما حدش بيشوف الشغل المعماري غير المعماري، ولا حد بيشوف شغل الاستراكشر غير الاستراكشر، وهكذا. لما بتخلص شغل بتحطه في الفولدر بتاع الشير، فالناس تبدا تشوف الشغل وتبدا تتشارك معاها المعلومات. خلصنا الشغل وعملنا حاجه ينفع تتبعت بره الشركه، فبنبعت حطها في فولدر اسمه بابلش، وكل فتره بناخد كوبي من الشغل ونحطها على الاركايف. ده المخطط اللي احنا هنشوفه في الكود. تمام، ده المخطط اللي احنا هنشوفه في الكود. ف يعني لما امتحنت البري وامتحنت الار اس اس دي معهد في بريطانيا، كان تقريبا اغلب السؤال في الصوره ديت، اغلب الاسئله كانت في الصوره دي. تمام، طيب ممكن نشوفها سريعا وبرضه هنشوفها في كود تاني. الصوره دي لو اتفهمت بشكل حلو بتسهل كتير قوي في شغل البيم مانجر. تمام، فهو بيقول لي اول حاجه الصوره دي هي الجزء الاولاني اللي فوق هنا. تمام، طيب بيقول لي اول حاجه لازم المالك، اول حاجه تبدا بيها المالك، تعمل اي اي ار وتفهم هو عايز ايه. تمام، عرفنا الفكره كلها. طيب هنيجي هنا، هبدا احط هنا في الورك ان بروجريس، هبدا احط فولدر بتاع المعماري والانشاء والكهروميكانيكال والناس كلها تشتغل في نفس الوقت. لما الشغل يبقى مستقر شويه او خلاص ينفع ان انا يعني مثل يعني ممكن يكون المعماري في حيطه بيعملها موف، بيعملها الاين، وبعد كده بيجرب ويرجعها تاني، وبعد كده بيلفها بزاويه 90 روتيت الاين موف، لسه ما استقرش عليها. تمام، فبدل ما انا اخد لينك واشتغل عليها وفي الاخر اكتشف انها مش خلصانه، لا، اشتغل على ورك ان بروجريس، خلص شغلك خد كوبي وحطها على الشيرت، والورك ان بروجريس يبدا يعمل اللينكات على الشيرت.
معناها استاذ، معناها استاذ المعماري مثلا مازال ما خلصش الشغل تاعو، حتى يخلص الشغل تاعو عاود يديرو في الشغل، يديرو في الشارع باش الناس يستدير كاع الاخرين يطالعوا على هذا الشغل. المعماري بيبدا يشتغل، الخمسه سته معماريين بيشتغلوا على الملف اللي هو موجود في الورك ان بروجريس، وبعد كده مش لازم يخلص شغل خالص، بس هو حس ان الحاجه اللي هو بيعملها في البيزمنت مثلا خلاص هي دي اللي استقر عليها، او هي دي صح كويس دلوقتي، ياخدها كوبي ويحطها على الشيرت. تمام. ممكن مره في الاسبوع او ممكن مرتين في الاسبوع او ممكن كل يوم، ممكن واحد مخصص لحاجه زي كده يتاكد ان شغله خلصان ويرفعه. هو ممكن تقريبا يعني مره في الاسبوع ومرتين في الاسبوع كويس. كويس ان وي تيك كوبي فروم ورك ان بروجريس تو شيرت اند ميك يور لينك فروم ورك ان بروجريس تو شيرت. الشيرت نو ورك، ما فيش حد بيشتغل على الشيرد او الببلش، كل الشغل على الورك ان بروجريس. تمام. وفي شخص معين قد يكون البيم مانجر او البيم كوردينيتور هو اللي مسؤول ان هو يتاكد ان الشغل سليم وياخده هنا. ولما الشغل يخلص يعمل تشيك ويتاكد ان الشغل سليم ويبدا يحطه هنا. طب الشغل سليم بمعنى ايه؟ بنعمل حاجه اسمها تشيك ليست، تشيك ليست ملف وورد، وبنكتب فيه ايه اهم الحاجات اللي انا بعمل عليها تشيك، طريقه التسميه، مساحه الملف، ان ما في معمول برج، معمولش يعني بلاش برج، معمول ان ما فيش حاجه محطوطه غلط، ان يعني بتحط بعض القواعد اللي انت لازم تتاكد عليها قبل ما تنقل. لو في حاجه مش متحققه ابعت للمهندس قول له اعمل الحاجه ديت. ممكن يكون مثلا الفيو مسمي غلط، الجراوند بيسمي مثلا 01. تمام. لكن استاذ كيف يعرف المهندس، استدير توصل له كيف تصل المعلومه للمهندس؟ عن طريق وين يحطها في الشات ولا البيم مانجر بيبعت ايميل، سند ايميل وي شود تشينج ذس تو نمبر، يعني المهندس بيديله تعليمات ان هو مثلا يغير اسم الملف او يغير اسم الحاجات. ممكن قد يكون مستخدم الليارات غلط او حاطط لوح اوتوكاد وما شالهاش. المفروض واحنا شغالين لما يكون في لوح اوتوكاد استخدمناها بنشيلها بعد ما نخلص لانها تعمل مشاكل، فهو لازم يعمل تشيك على الحاجات دي. وبرده لما بيجي ينقل من الشيرد للبابلش يعمل تشيك هل القواعد اللي احنا حاطينها صح ولا غلط، موجوده ولا مش موجوده. لو موجوده بياخدها كوبي، لو مش موجوده خلاص بيتاكد انها معموله ويحطها. كل واحده من دول في زي بوابه، هنا في بوابه، هنا في بوابه، هنا في بوابه، عشان نتاكد ان الشغل بتاعنا سليم. تمام. ورك ان بروجريس جاست فولدر، انت بتعمل نيو فولدر زي دوت، فولدر زي ده، فولدر فولدر فولدر. تمام. عملت، خلينا ناخدها نفس الترتيب اللي هناك. هنا بتعمل ملف ريفت عادي بالشكل دوت، واحد معماري، واحد انشائي، واحد كهروميكانيكا. تمام. لما بتعمل شغل مظبوط تتاكد ان هو مظبوط باخد كوبي منه واحطه هنا. تمام. لا ده بيسحب اللينكات بتاعته من هنا مش من الملفات اللي جنبيه، لازم يسحبها من الشيرد. ليه؟ بيبقى هي دي اخر حاجه احنا متاكدين انها مظبوطه. ولو عندي حاجات خاصه بالفريم او حاجات خاصه بحاجه اللينكات ثابته مع الناس كلها برضو بتبقى موجوده في الشيرد، ما دام مش هتعدل فيها بتتحط في الشيرد. أنا استاذ الشير معناها يعني يعني المرحلة الأخيرة. الشير ده آخر شغل موجود نقدر نعتمد عليه، نقدر نشوفه. ورك ان بروجريس ده شغل بيتغير يوميا كل شوية. بابلش ده الشغل اللي هيخرج من عندي لبقية الناس اللي شغالة معايا في المشروع. إن لايك كلاينت، لايك أنا كونسلتنت، كونتراكتور، سب كونتراكتور. Anyone work with me in this project. Okay. I will take publish and send it to all one work in the project. تمام. طيب دي الصورة دي يعني بتشرح نفس الكلام اللي احنا بنقوله. اللي بره ده
الميب تولز والاستراكشر موديل والاركتكشر موديل، الحاجات اللي بره ديت ده عباره عن الورك اون بروجريس. الورك اون بروجريس ما بتاع I didn't make link with this. I make link with the shared folder. In shared folder, I put the last work in the structure model or architecture or MEB. Okay, MEB take copy from this MEB model to this to shared folder, and structure model and architecture model and make XRF or link to this file. Okay. Mm-hmm. Yeah. Okay. معناها استاذ معناها العمل اللي يقوم به، اسمح لي على الصوره ممكن. ديت دي يس العمل اللي يقوم به المهندس المعماري يكون على باله الصوره الاخرى اللي بعد. ايوه دي اهي. معناها المعماري يكون مطلع على العمل اللي يقوم به الام اي تي والعمل اللي يقوم به الاستراكشر الموجودين في الشيرد ونفس الـ نفس الـ نفس الطريقه. معناها الام اي تي موديل يكون على باله به الستراكشر والاركيتكت في الشير، يكونوا قاع في الشير، يعني العمل تاعهم يكون قاع في الشير. ايوه باخد الكوبي بتاعي واحطه في الشير، بس انا شغال فين؟ في الورك ان بروجريس. كل الشغل بتاعنا في الورك ان بروجريس، بس باخد كوبي في اخر الاسبوع او كل مثلا ثلاث ايام حسب حجم المشروع ومدته، واقدر اخد الشغل واحطه واشاركه مع الناس. ممكن نعمل العمليه دي كل يوم. يعني لو انا النهارده اكتشفت ان في تعديل حلو حصل وفي تعديل مفيد للناس وتعديل هيبقى ثابت مش هيتغير، كل اللي انا اعمله اخد كوبي من الملفات دي احطها في الشيرت، اعمل لها ريبليس. تمام. الكوبي كنا نعملها يعني نسخه ونحطها في الشيرت، معناها الكل يكون مطلع عليها. الشيرت هيبدا بقى كل الناس تشوفه، هي ناس عامله لينكات اوتوماتيك، اول ما بعمل ريبليس بيظهر عندهم اخر تعديلات. تمام. ولما نتحقق من العمل انه يكون يعني صحيح، نقوم ب يعني هنبعته بقى هنبعته نروح حاطينه ايه في الببلشر هنحطه في الببلش او ببلشر. تمام. وكل فتره باخد نسخه من الببلشر احطها في الاركايف عشان يبقى معايا زي هيستوري للمشروع، ابقى عارف اخر حاجه حصلت في المشروع. تمام. في الارشيف او اركايف، الاثنين صح، النطق بتاعهم صح، ارشيف او اركايف. ما اعرفش بالفرنساوي ايه الارشيف. ارشيف. تمام. طيب عندي احنا في مصر كلمة أرشيف دي خلاص بقت كلمة مصرية، يعني المكان اللي بتخزن فيه الملفات والحاجات دي كلها. طيب ده مثال مثلا لمشروع حقيقي، بروجكت فولدر، عامل فولدر للبيم وعامل فيه فولدر اسمه ورك ان بروجريس، ده حاطط فيه المعماري والإنشائي والكهروميكانيكا، وحاطط فولدر اسمه شيرت بيبقى فيه لوح الكاد لو أنت هتسحبها لينكات، لو أنت هتسحب أي حاجة لينك ميك اكس ريف put it in this folder كده. لو انت تسحب اي حاجه بيم باشمهندس ربنا بترجم اهو بتقول لك اسمه ارتايف. طيب بتحط بقى الحاجات في البيم، بتحط الحاجات في الكوردينيت موديل وهكذا. الببلش بيبقى بالتاريخ، كل ما بتعمل حاجه بتحط مثلا انا بعت النهارده بتاريخ كذا، وبعد كده عندي حاجه اسمها عندي حاجه اسمها الاركايف بتحط فيها الحاجات، في انكومنج لو حد بعت لك حاجه بتحط فيها الملفات لو شركه تانية بعتت لك. تمام. طيب
طيب ده مثلا برنامج او موقع بيعمل الموضوع دوت بشكل اوتوماتيك، تمام؟ يعني انا ممكن اعملها بالفولدرات، بس ممكن استعين ببعض البرامج. ببدا اقول له نظم لي الملفات، في شخص معين بس هو اللي من حقه يعمل كوبي، يعني لو اي شخص حاول يعمل كوبي ما يقدرش. ممكن مجرد بس ان هو يدخل ويراجع ملفات يدوس اوكي، هو يعمل نقل. يعني ده بيعمل ايه؟ الحاجات الاوتوميتد، الحاجات التلقائيه، الحاجات اللي بتتم بشكل تلقائي او مش بتحتاج تفكير، هو بيسهل عليك. ممكن حتى الاي تي يعمل حاجه زي كده، ان هو يبقى فيه نقل تلقائي او اركايف تلقائي. كل اسبوع بياخد نسخه كوبي من الببلش للاركايف ويسميها بتاريخ النهارده، تمام؟ سواء عملتها بالاسلوب العادي او بالاسلوب دوت، او استعملت مثلا برنامج زي بيم 360، فكل دي الحاجات دي ليها صلاحيات. ممكن مثلا بنرتب بقى، نقول للادمن نحقق كل حاجه، فول كنترول، الدوكيمنت كنترول من حقه مثلا يعمل شير وببلش واركايف، وبس مش من حقه ان هو يعمل ديليت. كل الناس من حقها مثلا انها تعمل فايل كرييت. فدي تحكمات خاصه بالشخص اللي هو بتاع الاي تي او اللي هو شخص بتاع كنترول، تمام؟ طيب ده هو بيتكلم على الجزء بتاع ورك ان بروجريس، بيقول لك ان انت يبقى سواء شغال معمار، شغال بالريفت، شغال بتكلا، شغال بكذا، بنتلي، شغال بكل البرامج ديت، ممكن تشتغل بيها في الملف اللي هو ورك ان بروجريس. بتبقى فيه معماري اركتكتشر ستراكشر ام اي بي، كل واحد بيحط الملفات بتاعته. وساعتها لو احنا شغالين ببرامج مختلفه، ساعتها على الببلش هنحط الاي اف سي. ليه؟ عشان باقي يقراه. لو كلنا شغالين بنفس البرنامج، يبقى نفس البرنامج هتحط فيه الببلش ويبقى اسهل بكتير. اسهل يبقى في الشيرد فولدر. الشيرد فولدر بناخد الشغل اللي اتعمل ونبدا نحطه، بحيث الناس كلها تسحبوا لينكات وتبدا تشوفه. البروجكت تيم عمل ريفيو وتاكد ان هو الشغل ابروف، خلاص بنبدا نحطه في الببلش. طب مش ابروف، خلاص بنبدا نصلحه ونشوف ايه المشاكل اللي واجهناها. نعمله ابديت. الله ينور عليك. ده الببلش اهوت، وبعد كده ده الملفات بقى بتبقى محطوطه، والبروجكت تيم كان كليري ديفاي دوكيمنت ستيتس، تمام؟ بيبقى سهل جدا، كل حاجه بيبقى ليها لون معين بحيث ان يسهل عليك المراجعه بتاع الحاجات. طيب عندنا صوره ثانيه، والصوره دي من موجوده في الكود بتاع البي اس 1290، وهتلاقيها في اغلب الاكواد، تمام؟ فلو وضحت وفهمناها هتلاقي كل الاكواد انت فهمت كده ايه. يعني مجرد ان انت فهمت الصورتين اللي فاتوا دول والصوره دي، خلاص انت فهمت تقريبا 80% من الكود. زي ما هنشوف مع بعض، هنفتح الكود دلوقتي ونمشي في صفحه صفحه، بس هتلاقي الاكواد كلها مركزه على الصوره دي. لو اتفهمت واتفهمت الصوره ديت، تمام، يبقى كده انت فهمت الكود، ماشي؟ طيب خلينا نبص كده على الصوره دي. الصوره دي عباره عن ايه؟ بيقول لي اول حاجه، ما تبداش مشروع من غير ما تقعد مع المالك وتفهم منه الاي اي ار اللي احنا اتكلمنا فيها، تمام؟ متطلبات المالك، قدر المالك عايز حاجه معينه في الفاسيلتي مانجمنت ومش مهتم بالاستدامه او السستينابيلتي، تمام؟ طيب بعد كده بيبقى في بيم اكشن بلان قبل العقد وبيم اكشن بلان بعد العقد. وبعد كده بيبقى عندي حاجه اسمها الام اي دي بي، دي عباره عن تواريخ التسليمات بنضيفها برضو للبيم اكشن بلان. وانا عندي طول المشروع بيبقى عندي مراحل للمشروع، في كل مرحله، تمام؟ دي مثلا الثلاثه دول بتوع الديزاين، اللي هو مرحله مثلا البريف، مرحله الكونسبت، مرحله الديتيلز. كل مرحله من دول المالك من حقه يبص على الشغل بتاعي ويوافق ان انا اكمل او ما اوافقش. يعني يبقى في نقطه كده، نقطه تسليم. النقطه التسليم دي انت تسلم لي، قول لي ودي 100، الطبيعي ان انا مكمل معاك، بس في النقطه دي بقف. لو مش عاجبني الشغل بقول لك مع السلامه، مش هكمل معاك الشغل، تمام؟ يعني هنا نفسخ معاك العقد، معنى هنا ايوه. لو الشغل هو بيقول لي انا عايز استلم منك في المرحله دي، قول لي ودي 100، لو سلمتني شغل غلط. اسمح لي يا استاذ، معنى هنا في ذا المرحله يقوم معنى مكتب دراسات ولا المهندس يقوم باعطاء، يعني اعطاء نموذج مثلا
تخطيط هكا للمشروع. اذا المالك عجبه هذا الديزاين يكمل يزيد المرحله الثانيه، اما ما عجبوش يفسخ مع العقد. مظبوط مظبوط تمام. وده طبيعي، لو انا الشغل مش عاجبني هقول له ايه لا الشغل مش سليم وانا مش عايز ايه اكمل. لكن استاذ هنا هل يعني هنا راه مد ايمان المالك راه خلص يعني انفق دفع فلوس للمال لصاحب ديزاينر؟ نعم سامحني استاذ ندخل. أيوه. عبد القادر هذه لا فاز اللي نقولوا لها احنا اسكيس افون بروجي صافي. كمام حنا تمشي عندنا هكا بلا البيم، هذا هو السيستم جو دير له الاسكيس دير له هكا. لا بغيت نسقسي زعما خصك على بارتي هذيك ما خصكش على كلش يعطيك لا وافق عليها ولا ما وافقش كيفاه؟ لا ما وافقش عليه خلصك على كيما نديرو بيغو ديتودي ديك تخدم له الاسكيس هذاك يخلصك. اذا كان المالك ما عجبوش هذاك الديسكي هذه ترجع لو كونطرا اللي درتو كي ديروا لو كونطرا هذاك نورمالمون تاتو بريسيز ترجع للاي اي اي اكزاكتلي كي ديروا هكاك ديروا العقد تاعكم هذاك لازم تقول بلي كي ندير انا هذه عندي ان بايمون ندي ماشي نتخدم نتعب ومن بعد ما نديش ومن بعد الباقي الا كمل معاك اوكي ما كملش معاك قاد بس هنا exact. سي كوا لو مو مقبله اللي قلت له ارشيف وشنو الكلمه اللي اون انغلي ما لحقتش بها؟ واش قلت له كلمه هكا اللي ما عرفتوش ما عرفتش باش نترجمها لك ما لحقتش ما سمحتش. اوكي اوكي باسكو نورمال الشير معناها هي شير سي بارطاجي بارطاجي في داك ال اي شير بارطاجي بعد عاودي شغل البابليش يعني عاودي يشهرها كما يقول بابليش سي بيبليي هذه هي اكزاكتومون كيما هذه. اوكي تفضل استاذ. تمام اوكي تمام. ففي كل مرحله من المراحل تمام بيبدا ابعت الشغل للامبلوير او لصاحب المشروع وهو بيبدا يراجع عليه. الطبيعي ان احنا مكملين، لو حصل لا قدر الله مشكله ساعتها بيبقى في مثلا ايه فرصه ثانيه ان هو ان انا اعدل الشغل. لو الشغل ما عجبوش من حقه ان هو يفسخ العقد ويحاسبني على الجزء دوت تمام. لذلك في ممكن في العقد بتقول له مثلا كل مرحله من ديت انا هاخد منك فلوس قد كذا. انا هو الطبيعي ان انا في اول مشروع باخد مبلغ بسيط تمام 10% 15% وكل مرحله باخد نسبه، وفي اخر المشروع باخد نسبه بسيطه، ما بستناش لاخر المشروع عشان اخد الفلوس بتاعتي. فكل مرحله من دول المفروض بسلم شغل واخد فلوس ونكمل مع بعض تمام. فهنا مثلا بيقول لي ركز على موضوع الاي اي ار لازم تكون مظبوطه تمام. طيب احنا اتكلمنا على الاي اي ار، في حاجتين هنتكلم عنهم دلوقتي اللي هم الاو اي ار والاي اي ار. ببساطه شديده الاو اي ار هي القرارات بتاعه المنظمه، قد تكون المنظمه دي الشركه او القوانين البلد. بمعنى حضرتك بتقول انا عايز ابني مبنى 10 ادوار بس المحافظه او المنطقه او قوانين البلد ان المنطقه دي اقصى دور 5 ادوار فخلاص دي اصبحت اجباري، يبقى اي حد يقول حاجه مخالفه لقوانين البلد مش هنقدر نقول له ايه انت تريد 10 ادوار لكن نستطيع فقط 5 ادوار، هذا هو المسموح به تمام. طيب دي بالنسبه للاو اي ار. قد تكون الاو اي ار حاجات خاصه بالمنظمه، مثلا المنظمه كل يعني المدير اخذ قرار ان كل المنشات هتكون باستخدام ماده معينه تمام. قد تكون الماده دي الخرسانه الخضراء، نوع من انواع الخرسانه صديقه للبيئه. قد تكون عدم استخدام الزجاج، قد يكون اي شيء الدوله تحط في القوانين بتاعتها او المنظمه او الشركه بتحطها organization information requirement OIR. في حاجه ثانيه اسمها الاي اي ار asset information requirement. asset information requirement او اي اي ار
دي الخاصه بمشغل المبنى بعد ما المبنى يتم الانتهاء من البناء بتاعه. فـ AIR خاصه بعد انتهاء المبنى عند التشغيل. انت حضرتك بنيت مستشفى، وبعد ما خلصت شغل في طاقم بدا يستلم الشغل وبدا يعمل صيانه وبدا يعمل اوبريشن ومينتيننس للمبنى. فده الشخص دوت او الجهه اللي هتعمل اي اي ار بتكون معانا من اول المشروع وتقول ايه الحاجه اللي انا محتاجاها. قد يكون يعني، وده مثال حقيقي، اخترنا نوع معين من انواع الزجاج، فالاي اي ار كان معانا في الاجتماع وراح قايل لا النوع ده صعب جدا في التنظيف والشركه اللي بتبيعه بتعمل صيانه بشكل معين، فاحنا لا معترضين على النوع دوت وعايزين نوع اخر، او المكن ده معترضين عليه وعايزين مكن اخر. فالاست انفورميشن ريكويرمنت هي متطلبات مشغل المبنى او اللي هيبقى مسؤول عن المبنى بعد كده. تمام. يبقى انا عندي الاي اي ار هو ده الاساسي، بس في حاجتين اقوى منه، في حاجتين لازم ناخدهم في الاعتبار، الاو اي ار والاي اي ار. الاو اي ار هي عباره عن القوانين بتاعه المنظمه، سواء الشركه او الدوله او المحافظه او اي قوانين غير مسموح ليا بمخالفتها، اقوى مني. الاي اي ار متطلبات المشغل، قد يكون نوع مكن التكييف بالنسبه له غير مناسب، يعني الارخص ان انا اشتري التكييف اللي هو سبلت اللي هو جزئين، جزء جوه وجزء بره لكل غرفه. تمام. لكن الافضل للصيانه والافضل للمشغل ان هو يجيب تكييف مركزي سنترال اتشيفاك، بيجيب مثلا ايرهاند يونت بشكل معين، بيجيب تشيلر، بعض الحاجات بتبقى ارخص على المدى الطويل، وبتكون مثلا فيها الصيانه فيها اسهل لانها بتبقى واحده او اثنين وهكذا. فالاي اي ار بيحط المتطلبات بتاعته وبيقول ايه اللي انا محتاجه، فبيتحط مع الاي اي ار. ودي فايده ان احنا شغالين بالبيم وشغالين بنظام ان كلنا مع بعض في نفس المشروع. فكلنا من اول يوم حتى الراجل الاخر واحد هيستلم الشغل موجود معانا. تمام. طيب بالنسبه بقى للاي اي ار بيشمل الحاجات الخاصه بالمانجمنت اللي احنا قلناها، اللي في الاوف ديتيل، التريننج ريكويرمنت، عايز تدريب ولا لا، بلاننج اوف ورك، الكوردينيشن، كلاش ديتكشن هتبقى عامله ازاي، ما هي البرامج التي سوف نستخدمها، كولابوريشن بروسيس، سكادول للتسليمات، في ديفينيشن اوف اني كوردينيت، في حاجات خاصه بالكوميرشال مانجمنت زي اكسشينج اوف انفورميشن، كيف سنتبادل الملفات، كيف سنتبادل المعلومات، ما هي البرامج التي سنستخدمها، ما هي التسليمات، وهكذا. في حاجات خاصه يعني دي الحاجات اللي المفروض تبقى في الاي اي ار، قد تحطهم كلهم، قد في بعض الحاجات ما تحتاجش ان انت تحطها وهكذا، بس دي بتفكرك تذكرك باهم النقاط التي يجب ان تناقشها مع العميل. تمام. فاحنا عندنا الاي اي ار دي اول حاجه، بيدخل معاها الاي اي ار اللي هي الحاجات بتاعت المشغل، والاو اي ار اللي هي بتاعت المنظمه. من الحاجات دي بنعمل البيم اكشن بلان. تمام. عشان نعمل بيم اكشن بلان لازم يكون معايا جدول بمواعيد التسليم عشان احطها جوه البيم اكشن بلان. داخل البيم اكشن بلان بنضع تواريخ تسليم كل مرحله من المراحل، فكل مرحله من المراحل متوقفه ان انا اكون عامل ماستر انفورميشن دليفري بلان. هو جدول بسيط خالص، في المرحله دي تاريخها كام، المرحله دي تاريخها كام، ودي بحتاج ان انا ارجع للناس اللي هم سبلاير، الناس اللي هم بيشتغلوا معايا وبيبعتوا لي حاجه، فالسبلاير بيبعتوا لي التواريخ المناسبه ليهم، والتواريخ دي بحطها في البيم اكشن بلان. وكل الحاجات دي واحنا شغالين بيبقى عاملين كوماند داتا انفايرمنت وعاملين بروجكت امبلمنتيشن بلان. كوماند داتا انفايرمنت اللي هي تنظيم الملفات، بروجكت امبلمنتيشن بلان خطه ازاي هنشتغل في البيم في المشروع دوت. تمام. في اي حاجه مش واضحه لغايه دلوقتي؟ المكن
master information. نعم. ما أنا تقدر تعيد لنا هذا الجدول. معلش أنا الصوت مش واضح، حاول على الصوت. أيوة باشمهندس. يعني ممكن هذه الصورة هذه يعني توضح لنا كيف يتم قلنا في الأسيت انفورميشن الـ AIR. تمام. مع البي اي تي البيم اكزيكيوشن بلان، كيف العلاقه بيناتهم؟ العلاقه بين الاي اي ار والبيم اكزيكيوشن بلان؟ الاي اي ار هي عباره عن متطلبات المالك، فانا باخد متطلبات المالك. انا فاهمها. انا باخد متطلبات المالك هو طالب ايه واحطها في البيم اكزيكيوشن بلان. اول حاجه بكتبها، اول حاجه اسم المشروع، اسم المالك اللي هو الامبلوير، العنوان، التفاصيل اللي هو عايزها في المشروع، وبعد كده كل الحاجات اللي هو طالبها ببدا احطها في مكانها في البيم اكزيكيوشن بلان. على سبيل المثال هو كاتب انا عايز مثلا ريفت 6 دي ومش عايز 7 دي، فانا هاجي كده في قلب البيم اكزيكيوشن بلان احنا هنركز على الجزء دوت والجزء ده مش هنركز عليه. الحاجه اللي هو عايزها هنكتب ان هو عايزها، الحاجه اللي هو مش عايزها هنقول ان هو مش عايزها. هو عايز تريننج، هو بيقول انا عايز تريننج، فاحنا بنكتب بقى بالتفصيل في فلان الفلاني هيروح يدي تريننج لمده 3 ايام 3 ساعات على برنامج كذا. فهنبدا نحط كل اللي هو عايزه بالتفصيل اللي مناسبه لينا اللي احنا هنشوف ازاي هتتعمل. الاي اي ار مجرد هو بيحلم بايه او عايز ايه بدون خطه، فمفيش حاجه تتحقق. هتحقق ازاي؟ ان في البيم اكشن بلان بحدد التواريخ، بحدد الاسماء، بحدد الايميلات، بحدد طريقة التواصل. باشمهندس لما قلت لك تريننج يعني فورميشن. فورميشن. تمام. فهي البيم اكشن بلان انا بقترح ان احنا نطبق بالحاجه دي، بعد كده انا ببعتها للمالك فهو يوافق او يعترض. ممكن يقول لا التدريب مش عايزه 3 ساعات، انا عايز 30 ساعه، عايز 100 ساعه. فبنبدا نشوف الحاجه اللي هو عايزها دي ونبدا نعملها له. بنكتب مثلا احنا هنسلمك على 3 سنين، فهو بيقول لا انا عايز في سنه واحده 1 year. فانت تشوف الخريطه، تشوف العقد دوت، لان ده هيبقى عقد. لو حصل اي مشكله انت بتاخد البيم اكشن بلان ديت يعتبر كعقد وتروح بالمحكمه ويعمل بيه، يعمل بيه ما لم يخالف شيء في القانون او في العقد. يبقى انا عندي قانون البلد نفسه، ده رقم واحد. في عقد اللي هو بنتكلم فيه وده ما بيخش فيه في التفاصيل، بس بنكتب انت تعمل لي بيم زي ما مكتوب في البيم اكشن بلان وفي مقابل 2 مليون دولار. تمام. ده العقد. العقد اقوى من البيم اكشن بلان، يعني لو في اختلاف فالاقوى العقد. القانون اقوى من العقد، يعني لو اتفقت ان انت تعمل حاجه مخالفه للقانون خلاص يبقى العقد ده باطل. تمام. فالبيم اكشن بلان انا شفت مشاكل حصلت بسبب رقم كتب غلط بدون قصد في العقد. تمام. كان في اتفاق في عقد حقيقي في مشروع ان هو يسلمه ال او دي، كان المفروض هيسلمه ال او دي 300، وفي البيم اكشن بلان مكتوب 300 وكل الاجتماعات 300، لكن في العقد اتكتب غلط 350. وفي فرق في الشغل كتير جدا بين ال 300 و 350، في فرق في الشغل كتير. ف يعني الشغل وقف، طب خلاص هندفع الفرق، احنا عملنا 300 وممكن نتنازل عن جزء من الفلوس، ممكن لا ناخذ هذا الجزء من المال في مقابل ان احنا ما التزمناش بالعقد. العقد بيقول 350 فلازم نسلم 350، ما ينفعش نسلم 300. تمام. فلازم جدا العقد والبيمشن بلان يتكتب بشكل قوي، لان هو يعتبر وثيقه قانونيه الطرفين بيمضوا عليها. تمام. تمام. طيب هنا بقى بنتكلم ان في حاجه السبلاير هو اللي بناخد المواعيد منه وبنعمل منه الملفات بتاعتنا. تمام. طيب عايزين نفتح كود كده ونبدا نشوفه. دي نفس الصوره اللي احنا شفناها بس بشكل اخر.
طيب خلينا نفتح نفتح الميموشن بلان، او اقصد نفتح ال قصدي مش الرجيم. ده بي اس 1892، ده الكود ده مهم جدا، وده تقريبا كل الاكواد او اغلبها معتمد عليه، اللي هو البي اس 1892 الجزء الثاني. طيب اول حاجه بنلاقيها تعريفات، في اول ما تبدا كده اول حاجه بتلاقي تعريفات، ودي موجوده في اغلب الاكواد وهتلاقيها في البيمشن بلان. ليه؟ قد نلاقي بعض الكلمات مش عارفين ايه هي، فنبدا نشوف. تمام، فبنلاقي مثلا ارقايف، قال لك الارقايف دوت ده جزء من الكوماند داتا انفايرمنت، اللي هو عباره عن ايه؟ بنحط فيه نسخه من الشغل كهيستوري. تمام، عندي حاجه ثانيه اسمها اسبلت، اسبلت اللي هو عباره عن ايه؟ باشمهندس عبد القادر، اكيد انت تعرضت لحاجات زي كده، فخلينا نقولها باشمهندس ليلى برضه، لو حد عرف مصطلح منهم يقول لنا عليه. مصطلح زي اسبلت عباره عن ايه؟ هو نقدر نقول اسبلت يعني اس كونستراكت، يعني الشغل لما خلص وصل لايه؟ بمعنى انت حضرتك عامل الباب مثلا العرض بتاعه متر ونص، بينما اللي اتبنى او اتعمل متر 70، فانا عايز اغير الشغل بتاعي لحد ما اوصل للاسفلت. تمام؟ فلو في مثلا بايب معمول حضرتك عامله في الشوب دروينج او عامله في اللوح بتاعه الاي اف سي بشكل معين وحصل اختلاف، فانا لازم اعدل الشغل بتاعي بحيث يوصل لنفس الحاجه ديت. تمام؟ طيب ممكن تعاود لي هذه النقطة؟ حاضر، الأسبلت هو عبارة عن إيه؟ الأسبلت سامحني يعني... أستاذ معلش نتدخل معلش نترجمها أوكي. أسبلت صافي كوم كونستروي بالفرنسي، ثم كيما زعما أنت رسمت مور في 1 متر 50 باغ إكزومبل، كي معايا ميم ليلى إلا رسمنا مور في 1 متر 50 بعد في لا رياليزاسيون ما خرجش كيف كيف. خدمنا 1.70 فوالا. دونك انا نجي نقول لك نو نحب كيما مرسوم كيما يكون لا رياليتي، الوغ انت تعاود تكونفيرتي ترجعها كيف كيف از بيلت كيما كوم كونستروي كيما الريزلتا كيما الديسان. وي لبنى احنا نورمالمون يعتبروا از بيلت سي سا از بيلت اون انجلي، احنا جو كورامون نقولوا از بيلت نورمالمون. كي يقراو كي يكسروا هالكلمه كي يكسروها خلاص اوكي جي كومبري سي كوم كونستروي كيما الريزلتا. وي كوم كونستروي از بيلت اوكي فوالا سي بون يكمل الاستاذ. اوكي يلا تفضل استاذ. تمام، طيب عندي مصطلح اسمه اسيت انفورميشن موديل، هو عباره عن الموديل اللي اتعمل في الاسبلت، اخر موديل اللي يقدر يشتغل عليه الشخص بتاع المشغل. تمام، يعني ده الموديل بعد ما خلصنا شغل وعدلنا التعديلات اللي خاصه بالاسبلت او خاصه بالشغل اللي اتنفذ فعلا في الموقع. تمام، طيب عندي اتريبيوت دي بعض المعلومات او الداتا او الانفورميشن بتتحط على العنصر، يعني لما عندي مثلا كرسي بدخل لي اتريبيوت خصائص بتاعته زي المصنع زي تاريخ التصنيع تاريخ الصيانه الحاجات دي كلها. طيب البيلدينج انفورميشن مانجمنت، في عندي السكوب فورك اللي هي النطاق بتاعك او الحاجه اللي انت مطلوب منك ان انت تعملها. تمام، ده السكوب فورك. الكلاسيفيكيشن دي تنظيم للشغل، ببدا انظم الشغل بتاعي. الكوبي كونستراكشن اوبريشن بيلدينج انفورميشن اكسشينج، ده عباره عن ملف اكسل اللي بيتصدر من البيم. كوماند داتا انفايرمنت اللي احنا اتكلمنا فيها. تمام، كونفيجريشن مانجمنت ده موجوده في الايزو لسه هنبص عليها. تمام، الداتا اللي هي الانفورميشن وهكذا. عندي حاجه اسمها الكترونيك دوكيومنت مانجمنت سيستم اي دي ام اس. اي دي ام اس عباره عن ايه؟ يعني نقدر نقول برنامج او تطبيق او موقع بينظم لي الملفات بتاعتي، يعني على سبيل المثال اقدر ارفع الملفات ويقول لي مثلا ده في اصدار قديم اصدار حديث ده اخر واحد عمل الشغل، ممكن نستخدمه في تنظيم الاربع ملفات دول بحيث ان هو اوتوماتيك اول ما راجع الشغل واتاكد ان هو سليم ينسخه للشير وينسخه للبابلش وينسخه للاركايف.